رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعدادات القصوى لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. تم رفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بما يوفر الأمان لكافة المواطنين المحتفلين في كل ربوع الوطن. اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الأمنية تزامناً مع بداية العام الميلادي الجديد واحتفال الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث رفعت القوات درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى مع جاهزيتها لمواجهة أي مستجدات. تعتمد الخطة الأمنية على انتشار واسع للقوات على مستوى الجمهورية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل دور الارتكازات والخدمات الأمنية على كافة الطرق والمحاور ونشر الأقوال الأمنية عليها. وتشارك في عملية التأمين عناصر الشرطة النسائية التي تتسم بالكفاءة والجاهزية لأداء كافة المهام الموكلة إليها. استعدادات من أجهزة وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والاحتفالات بشكل احترافي وحضاري، يعكس المظهر الحضاري والتطور الذي تشهده الشرطة المصرية والذي انعكس على نجاحها في تأمين كافة الفعاليات التي يشهدها الوطن.